الأبجدية تصطلي ولها. ما بين الفنون الأدبية والمعارف الثقافية تجولت المسابقة الثقافية لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة بالمشاركين فيها، مجالات استدعت القدرات الأدبية التي يمتلكها منتسبو المجتمع العسكري للتنافس على جوائز المسابقة في نسختها 14. هي من الاختيارات الثالثة الواضحة أمامكم. المسابقات الثقافية من جانبها تنمي المعرفة والثقافة لدى العنصر العسكري في قوات السلطان المسلحة ووزارة الدفاع. روح الإبداع هو ما كشفت عنه المسابقة بمجالاتها 11 التي تنوعت بين حفظ كتاب الله وتجويده والكتابة في المقال والبحث والمهارات الفنية في التصوير والخط والتصميم والملكة الأدبية في الشعر والقصة والأداء المسرحي. أمس أنا انضغطت في العمل فما عندي الوقت أن أخليها في الخزانة فخليتها في الطاولة. تأتي هذه النسخة من المسابقة الثقافية لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في إطار الدور الذي يقوم به التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية تعزيزا للجوانب الثقافية والتوعوية في قوات السلطان المسلحة. ختام المسابقة الثقافية وبعد أن استعرض جزءا مما يمتلكه منتسب قوات السلطان المسلحة من قدرات ثقافية وأدبية شهد تكريم المتنافسين في المسابقة وتتويج الحاصلين على المراكز الأولى. تأتي مشاركتنا في لجنة التحكيم للمسابقة الثقافية 14 لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، حيث شهد هذا العام تفاعلا كبيرا بين مختلف الفرق المشاركة من مختلف الأسلحة في قوات السلطان المسلحة وحرس السلطاني العماني وشؤون البلاط السلطاني. تأتي مشاركتي في المسابقة الثقافية لوزارة الدفاع والقوات السلطان المسلحة في قسم البحث العلمي، وقد حصلت على هذا المركز الثاني في هذه المسابقة. أجواء ختامية زان بالشعر والأدب في ختام المسابقة الثقافية لقوات السلطان المسلحة، والتي تسعى إلى تحفيز منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة وشؤون البلاط السلطاني على الاطلاع والقراءة والنهل من معين مختلف المعارف من نادي الشفق بقوات السلطان المسلحة الملازم أول محمد بن سليمان البوسعيدي.